ظرف يعني بضع سنوات وليت كتوزع 80% من المطبوعات اللي في المغرب. طبعا لان انتقلت من المرآب اللي بديتو فيه دار البيضاء مقر اللي هو مرآب كانت البداية الى عماره كان مرآب ضيق في منطقه لا يمكن ان يمر بها الا من غفر الله جميع ذنوبه. كنا نشتغل هناك ليس لي مكتب ونشتغل في الارض. المهم كان ضروري كنا بدينا وشيئا فشيئا بدينا نحصل قيمه المبيعات يوميا وكنا ندعم البنك من عند شعب في كل مدن المغربيه البنك. فأثار انتباهي احد الاصدقاء في الابناء تقول لي انتم لكم اموال تدخل يوميا الى البنك الى حسابكم، لماذا لا تستغلوا هذه الاموال بدل من نحتفظ بها احنا في البنك، اما ان نعطيها لاشخاص ثم تاخذون الفوائد او استغلوها. انا لم يكن عندي حقيقه درايه كبيره بالمسائل الماديه والحده التجاريه، فاثار انتباهي ان يمكن هذه الاموال التي تدخل يوميا ان تكون عندها تعيد لنا ارباح. كنت أعطينا واحد النسبة كبيرة. واحد المرة لقيت أنا المالية اللي دخلت لسابريس لن أعطيها إلى أصحابها إلا بعد مثلا 20 يوم. هذيك الفرق ديال 20 يوم زادت أموال أخرى. فهكذا جاءت فكرة أننا نقتني واحد المقاطع قطعة أرضية وبنيتها بنيناها بالتقسيط ونجحت التجربة حقيقة. بعد سنتين كان عندنا 3 سنوات مقر، وكان طبعا هذا المقر يعني أسرعت بإنجازه ووافق جميع الزملاء مديري الصحف آنذاك، لأنهم لم يكونوا يهدفوا إلى الربح بقدر ما أنا أسعدتهم جدا حين أخبرتهم بأن الجريدة مثلا في مدينة وجدة كانت تباع عند 10 أو 12 نقطة بيع، أنا رديتها 100 نقطة بحيث كل بائع يمكنه. كنا نعطي الجريدة للجزار للخضار للحمام لهذاك المتجول في كل مكان. طبعا ارتفعت المبيعات يعني منطقي جدا. ثم الفرنسيين كانوا يعتبرون ذاك الوقت المغرب النافع المغرب غير النافع، فكان جريدة توزع مثلا في الدار البيضاء وكان لا تبع رشيد ولا في السطات لا مديونة مثلا هذيك حتى في الدار البيضاء يعتبروا انه الحي المحمدي الحي الحسني هذه مناطق ديال المغاربه لزنديجان ما تيقراوش. لم يقوموا باي مجهود ليتابعوا التطور اللي عرفه المغرب. وان ديك المناطق المهمشه بين المزدوجين لم تبقى مهمشه على كل حال ماشي بالكيف التي كانت، اصبحت مناطق سكنيه فيها دكاتره فيها مهندسين فيها شباب مغربي متعلم فيها قراء. انا متشبع بهذه القضيه لان كنت عندي علاقات من خلال الرياضه وكل شيء بان المناطق اللي كنا نسميها نقول مناطق شعبيه وهي المغرب. المغرب هو مناطق شعبيه كلها شعب ولا شعبيه ما بقاش المغرب النافع. ثم الاسلوب الذي اشرت اليه قبل قال لي انه اي واحد ممكن يبيع جرائد لا اطلب منه هذا هو في البنك ولا الضرائب لا يهمني هذا. من بعد أني نسولك على مجموعة ماروك سوار اللي كنت شرت في كتاب إنما التحقت فيما بعد لم تلتحق في البداية، شو كان السبب؟ كان تردد ناتج عند خوف من إخفاق المشروع. وهذا يعني كمشروع تهمنا جيدا. ثم ذاك الوقت يجب أن تعلم أن في السبعينات في آخر السبعينات بداية الثمانينات كانت جرائد الوطنية مثلا جرائد المغربية والأحرى اليوميات المغربية يوميات الأحزاب الموجودة آنذاك لم تكن هناك 40 حزب، كانت هنالك 4 أحزاب أو 5 بالكثير، 3 هي اللي معروفة وديك 3 عندها جرائد هي اللي تباع. ثم في الجانب الآخر ذاك الوقت في السبعينات هذه الجرائد وهذه الأحزاب كانت كلها في معارضة يعني لفترة ما. وانفتحتوا أيضا على دور النشر العربية في القاهرة في دول أخرى بدأت تدخل تتوزعوا منشورات. أنا بادرت بمجرد أن بدأنا الاشتغال بادرت اتصالاتي مع كل الصحافة العربية ومؤسسة الصحفية العربية ممكن أن نبعث جرائدنا لأن الفرنسيين كانوا يرفضون أن يوزعوا. الفرنسيين عندهم فكرة نحن هنا ليس للرفع من مستوى الصحافة العربية والمغربية والعربية بل نحن للصحافة الفرنسية. هذا منطقي جدا بالنسبة لهم ومنطقي بالنسبة لي أنه نحن في المغرب يجب أن نوزع الصحافة
العربية، وقبلوها بحيث تلقينا واحد المساعدة كبيرة من الصحافة العربية بصفة عامة على قلتها. أنا ذا كانت مصر والعراق وسوريا وشوية ليبيا كذلك، قبل ما أن يكون الخليج وصحف الخليج التي تحقت بنا فيما بعد، وأصبحنا نوزع الصحافة العربية والصحافة المغربية، مما أدى إلى أن اتصل بنا وتدور الأيام وهذا الزمان التحق بنا جريدة الموند وجنافريك ودوك من الأوائل، ثم بدأوا يتساءلون ما هذه المشكلة، ماذا الانقلاب الذي وقع في المغرب بالنسبة لتوزيع الصحافة، من الهاتف الداعي إلى هذا؟ فاكتشفوا أنه لدرجة أنه صور مرة اتصل بي الأستاذ بشير بن أحمد كان جنافريك، قال لي أنا أريد أن أستضيفك في باريس، تعال. ذهبت عند باريس اقترع لي قال لي أستاذ محمد إحنا شفنا سابريس وبرافو لأن كنوزع جنافريك، قال لي لماذا لا تكون مثل هدف في تونس؟ أنا عند صحف تونسية توزعها شركة فرنسية، وجنافريك لا توزعها جيدا لأنها الفرنسية اللي. قلت له أنا مستقل، قال لي أنا سأتصل بمسؤولين جزائريين أنه كونوا شركة مغربية، مغرب العربي، أنا المغرب العربي للتوزيع. بدأت في كتابة المشروع من ناحية المادية وكذلك من ناحية العملية، كيف يمكن أن نفتح سابريس، سميناها سابريس في الجزائر وسابريس في تونس. ودعاني مرة أخرى إلى بيته ومعنا هو التونسي بشير بن أحمد وأنا مغربي، واحد سيد سميتو أعتقد سي ربرب، واحد سيد من الجزائر كان رجلا ثريا ويعني إمكانية الربح وداك الشيء، كان مستثمرا كان يعيش في باريس. فاجتمعنا ببيت واتفقنا على القانون الأساسي، واتفقنا لما وصلنا إلى رأس المال كيف يكون رأس المال. أنا اقترحت طبعا أن يكون بالتساوي ثلث 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 لكل بلد، منطقي جدا. بشير بن أحمد حبد الفكرة، جزائري قال لا نحن جزائريون، هناك ديك العجرفة ديال الجزائر التي في غير محلها دائما، وأنا أعرفهم جيدا لأنني ابن الحدود، هذيك العجرفة لا إحنا جزائر لا يمكن أن نقبلها. إلا أنا شخصيا يقول هذاك السيد، وبعدين راح السجن فيما بعد فرحت جدا. فقلنا لا يمكن أنا أن أقبل أن أكون مثل المغرب وتونس، وإحنا في بيت رجل تونسي وأمامه لصاحب الفكرة اللي هو مغربي. قال لا أنا أريد أن تكون عندي 70%، أما المغرب يأخذ 15% وتونس 15%. فبشير بن أحمد أشار لي بعينه أنه بدون تعليق لا تتكلم، لأننا شعرت بكثير من النرفزة ولا تفهموا في هذا المجال، وجبنا لك مشروع قائم الذات وتشترط على شروط. فطبعا انتهينا من العشاء، فشل المشروع. بقيت مع بشير محمد قال لي لا يمكن أن نتعامل مع الفكر الجزائري اللي كان والذي يستمر مع الأسف إلا إن لم يتغير. قال لي في كل مرة أقوم بها بالتجربة أجمع يأتينا منها. في برادة جاءت مرحلة دي الصحافة المستقلة، سابريس لعبت واحد دور كبير يعني في دعم الصحافة المستقلة وانتشار ديالها، يعني هذا يمكن وقيلة يأخذ بوحده واحد حلقة خاصة. ولكن في 2009 تم تفويت سابريس، ومعها سابريس اللي كانت مقبلة على الإفلاس. يعني هاد المرحلة هذه كتتكلم عليها بنوع من الامتعاض في الكتاب. طبعا كل هذا من أجل هذا ما يقول الفرنسي تنسبوا صح، كل ما عملناه وبذلناه من مجهودات يأتي الشركة بأيدي أناس ربما لم يكن لهم ذلك الإحساس الوطني، أو لم يكن لهم الرغبة في المساهمة في الرفع من مستوى الثقافة والصحافة المغربية بقدر ما كانوا يهدفون إلى الربح. وأتساءل دائما لماذا سابريس؟ كانوا يتركوا سابريس عندها واحد الرمزية وعندها واحد جانب اللي هو وطني وجانب نضالي كانوا ممكن يستثمروا فيه. وعندنا كنا تقريبا مجبرين على أن نقبل عرض قديم لنا، مجبرون لقديم العرض. واكتشفنا فيما بعد أن العرض لم يكن لأسباب تجارية، لأن سابريس لم يكن تربح الملايير،
بقدر ما كان لأسباب سياسية أو أسباب أخرى. المهم منذ ذلك الحين والتوزيع إلى اليوم. إلى اليوم الشركة العربية لو سمحت أشير في الخلاف، يعني لم تكن تسمية عربية إفريقية بكيف اعتباطية أو اختارينها فقط. فأنا مع خليج جابر الله يرحمه، خليج جابر كان مدير تحرير فوبينو، ده مرة كنت عرفت في باريس في أحد المؤتمرات مع واحد سنغالي اسمه مامليس ديا. هاد مامليس ديا كان يشتغل بكنارونشيني في باريس، ثم دار جريدة في دكار. عرفته في أحد التجمعات في فرنسا وتعرفت عليه، أنا مغربي وهو سنغالي، لماذا أنت تشتغل هنا؟ لماذا لا نعمل جريدة في السنغال؟ فرحب بي وقال لي أنا عندي مكتب، يلا نذهب إلى دكار. طلبت من أخ بوكر الجامعي خليل الجامعي الله يرحمه، ذهب إلى دكار. ذهبنا إلى دكار وقمنا بإنشاء جريدة مغربية سنغالية سميتها، هو هذاك السنغالي كان جريدته اسمها البوليتيسيان دو دكار، وكانت له مواقف معاد. فقبل الفكرة وقلت له قبل أن تقبل الفكرة يجب أن تغير رأيك بالنسبة للقضية الوطنية المغربية الأساسية. قال لي أنا مستعد، لكن كانوا كل مرة يرفضون أن أذهب لأزور المناطق الصحراوية ولم يريدوا أن أكتشف الحقيقة. قلت له أنا سوف أدعوك لتكتشف الحقيقة. وقمت اتصالات مع بعض الإخوان في وزارة الإعلام في المغرب وخبرتهم بهذا الواقع. لا يقل أن نبقى منغلقين، يعني إذا نحن في صحرائنا ما المانع من أن يأتي الناس لي؟ وطبعا تمت دعوته لزيارة الصحراء المغربية، وبعدين غير موقفه وطبع أعداد متتالية الذي ينوه فيها بما قام به المغرب من أجل أن تزدهر الأمور في الصحراء وأن المغرب في الصحراء إلى آخره. ومن هناك جاءت فكرة إصدار جريدة. قمنا بطبع العدد الأول في السنغال في دكار. إلى كان المشكل أننا أنا شخصيا لم تكن لي الإمكانيات المادية ولا حتى الصلاحيات بالنسبة للشركة، فكان الواجب أن تساعدنا مثلا الجهات المسؤولة على أن يمشي المشروع مفيد للمغرب. مع الأسف لم نلقي أي دعم ولا أي تشجيع حتى، بل كنا نحارب في بعض الأحيان، لأن المسائل كانت إذا لم تأتي من جهات معينة فهي يشكك في مصداقيتها وحتى في وطنيتها. وتبين فيما بعد بأن التفكير كان متجاوز ولم يعد. إذن قضية العربية إفريقية عربية كذلك، بمجرد أن بلغنا السنوات الثلاث الأولى طلبت الانتماء إلى كانت مؤسسة الموزعين العرب، ما كانش موجودة، أنا كنت منتمي إلى مؤسسة دولية اسمها ديستري بريس، فيها تجمع لموزعي الصحافة في العالم. ذهبت إلى هناك وطبعا قمت باتصالات وأصبحت عضو في هذا الاتحاد نشيطا، كل اتحادات كل ما تكون هناك أشياء. وكتبت لإخوان العرب العراق داكشي، لماذا هناك تجمع للمهنيين في مجال الصحافة والتوزيع والنشر، لماذا لا نقوم؟ حبدوا بالفكرة اللبنانيين داكشي، وجاء كنت من الأعضاء المؤسسين لاتحاد الموزعين العرب في لبنان في جبل برمانة في ضاحية لبنان. وأنا من كتبت كل الأدبيات ليكون هذا الاتحاد، وأنا كنت عندي المعلومات من المؤسسات الأجنبية، وفي أصبحت فيما بعد رئيس الاتحاد لثلاث مرات أعتقد مرتين، وحاولت أن يلعب الاتحاد. كنا أعضاء في جامعة الدول العربية الإعلام، جامعة الدول العربية كنت عضو في الجامعة العربية في قسم الإعلام